طبعا بدي رحب بكل المشاهدين اللي انضموا لنا ضمن هذه الفقره الروحيه حتى نحكي عن عيد السيده 15 اب، هذا التاريخ اللي بتعيده كل المناطق اللبنانيه، مطرح ما بنشوف السيده موجوده في منطقه معينه كمان نشهد على احتفالات كثير كبيره لعيد السيده. اليوم رح نركز ونسلط الضوء على عيد السيده في سيدة الزلزلة العجائبية في زحلة، حتى نحكي مع كاهن الرعية الأب جورج معلوف عن كل تفاصيل هذا المهرجان، وأيضا كمان بدنا نحكي عن الروحانية الحقيقية. أهلا وسهلا فيك أبونا. فعلا يمكن ما ذكرت للروم الأرثوذكس طالما نحن عايشين هالجو المسكونة، خلينا نحكي شوي عن عيد السيدة، شو هالرمزية والخصوصية اللي بيشهدها اللبنانيين، هالتعبد الحلو وهيدا الاحتفال الملفت بكافة المناطق اللبنانية لعيد السيدة؟ هلأ بداية يعني بس نقول عيد السيدة بنكون عم نحكي عن شيء كتير عام، لأنه السيدة منعيد لعدة عيد، مثلا عيد ميلادها ب 8 أيلول، عيد دخولها إلى الهيكل بتشرين، عيد يعني عيد البشارة كمان عيد مهم بتعيد وصارة الدولة اللبنانية، وعيد الرقاد يلي هلا نحن بنأكد بالكنيسة الأرثوذكسية على الرقاد، لأنه العذراء مثل أي إنسان تاني خلقت ولدت من زرع بشري، وليس كما يقول البعض يعني حبل بها من دون دنس، هي خلقت بزرع بشري، ولكن لأنه أمها وبيها كانوا برين وطاهرين. تعرفي عند اليهود كان عندهم عقدة العار العقر، يعني المرأة اللي ما بتجيب أولادها والعلم يعني هو الله مش راضيين عليهم. صحيح. فيوكيم وحني كانوا برين وكانوا يصلوا دائما إلى الله. عنا بسيدة الزلزلة أنا عملت أيكوني يوكيم وحني عم بيصلوا يتضرعوا إلى الله لحتى يباركهم، وإذا كانوا عم بيقولوا إذا أعطانا ولد من أدمه إلى الهيكل. بنشوف نحن إنه بالأيكوني بسيدة الزلزلة بنشوف إنه الملاك حضر وجاوبوا ليوكيم إنه ربنا استجاب لصلواتكم. فهي ولدت العذراء مريم مثل أي إنسان، بس ولكن لأنه أمها وبيها كانوا برين فهي حملت روح البرارة يلي كانت عند أهلها، وبعدين أمها وبيها يعني تخطوا العاطفة البشرية، لأنه وعدوا أنه بيقدموها إلى الهيكل، وعلى عمر 3 سنين كان صار العمر يلي بتروح فيه إلى الهيكل، تخطوا عاطفتهم البشرية وقدموها إلى الهيكل. فهي عاشت العذراء مريم مع الله، يعني ولدت يعني يعني من عائلة طاهرة نقية بتحب ربنا، وعاشت مع ربنا في الهيكل. يعني وحتى كل فكرة انه العذراء مريم يعني الله حضرها يعني وكأنه هي ما كان إلا دور، هذا كلام مرفوض بكنيستنا. صحيح. يعني هي كان عندها ملء الحرية، لأنه يعني إذا حاملت صورة الله فهي حرة، بتقبل أو بترفض مثل أي إنسان تاني. مشان هيك الملك إجا بشرها وهي قبلت، بتقول له أنا أمة للرب فليكن لي بحسب قولك. هي خضعت، هي طاعت الإرادة الإلهية، يعني خضعت ذاتها للمشيئة الإلهية، بس كان عندها كل الإمكانية بحسب لبي تقول أنا ما بدي. طيب ليش عند السيدة بتوافق مع سيدة الزلزلة؟ يعني ليش بتعيدوا ب 15؟ نحن بالأساس الكنيسة يعني وقت اللي تعمرت تاريخيا تعمرت على اسم رقاد العذراء أو نعم. نياح العذراء، كان هذا يعني من الأساس هذا هو عيدها. هلا حملت اسم الزلزلة لأنه صار عجيبة يعني نعم. ومنعت العذراء زلزال عن زحلة بالوقت يلي بيروت غرقت وكل مناطق اللبنانية تدمرت، زحلة المدينة الوحيدة اللي ما تأثرت أخذت اسم سيدة الزلزلة، بس هي بالأساس عيدها عيد الرقاد. نعم. هلا وهي من أقدم الكنائس، خلينا نقول كمان كنيسة أول كنيسة عمرها 450 سنة الكنيسة. نعم. لنحكي عن عيد الرقاد، يعني نعم. أنا حكيت شوي يعني مثل مدخل سريع عن أعياد العذراء. صحيح. بعيد الرقاد إنه العذراء مريم هي عرفت بإلهام من الروح القدس إنه هي بدها تموت، لأنه الله هلا كل القديسين
يلي بيعرف سير القديسين وحياتهم بيعرف انه القديسين قبل رقادهم بيوم او بيومين بيعرفوا انه انا بعد يوم او بكره او بعد ساعه او بعد يومين سوف ارقد. وفي كثير عند قديسين بيجمعوا اولادهم الروحيين وبيخبروهم ويعني بيطلبوا منهم يتحضروا. والعذراء مريم عملت نفس الشيء لما عرفت بالهام من الروح القدس بانه هي يعني سياتي يوم الرقاد ب 15 اب، فهي يعني بعثت وراء الجيران والرسل اللي كانوا حد منها وخبرتهم هذا الخبر. طبعا العاطفه البشريه انه زعلوا يعني، ولكن العذراء مريم قالت لهم انا متى لما بنطلق يعني انا بكون معكم، بكون حاضره معكم اكثر. في قديس اسمه سيرافيم سيروفسكي قديس معاصر بيقول لهم لتلاميذه لابناء الروحيين انه قبيل رقاده بيقول لهم انه يعني ما تزعلوا اذا عزتوا شيء، بس بتروحوا على القبر وبتطلبوا وانا بكون قادر اني لبيكم لاني انا اقرب الى الله. نعم يعني. ويسوع بيقول بالكتاب المقدس بيوحنا الانجيلي انا متى انطلقت ارسل اليكم المعزي لن ادعكم يتامى. مش هيك؟ يعني ربنا من خلال القديسين هو نعمته تشتغل موجودة. فمشان هيك العذراء مريم هي خبرتهم انه هي بتكون حاضره أكثر. معهم اكثر. مشان هيك اجت الطروباريه اللي بنرتلها بعيد الرقاد، طروباريه الرقاد العذراء في ميلادك حفظت البتولية وصنتها وفي رقادك ما أهملت العالم وما تركت هي والدة الإله. يعني مش أنه ماتت العذراء مريم هي تركت، لا صحيح. يعني بموتها هي منقول عنها بالصلوات بكنيستنا منقول يا من هي أكرم من الشروبيم وأرفع مجدا بغير قياس من السرافيم. يعني هي أعظم من 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 الملائكة يعني العذراء مريم، بس ولا يعني بس ولكنها هي مخلوقه وليست صحيح. يعني إله. يعني ليست اله يعني طبعاً. هي مخلوقه ولكن اعظم خليقه الله. ليش صارت الاعظم؟ لانه هي بارادتها خضعت بالكليه للمشيئه الالهيه. يعني هيدي الطاعه للاراده الالهيه هو الشيء اللي نحن اليوم كمسيحيين نفتقده. يعني نحن ليش بنعيد لعيد العذراء لرقاد العذراء؟ لا شو الهدف؟ انه عيد هيك لنطبل ونزمر؟ يعني هذا هو الاعياد تبع الكنيسه ولا الاعياد تبع الكنيسه لحتى نتعلم من هذه الاعياد كيف الانسان يعني بيقتدي بهالقديسين، كيف الانسان بيقتدي بالعذراء مريم بقدستها بنقوتها بطهارتها بطاعتها الكليه للمشيئه الالهيه. ومشان هيك رقاد يعني هو من اعظم الاعياد للعذراء. مزبوط. هلا يعني لاقول لك شغله، يعني بالكتاب المقدس وقت العذراء مريم قدمت يسوع في اليوم الثامن الى الهيكل في اليوم الاربعين ما قدمته الى الهيكل، مين استقبله بالهيكل؟ سمعان. صحيح. سمعان الشيخ. يعني شو بيقول لها سمعان الشيخ للعذراء مريم؟ بيقول لها سيجوز سيف في نفسك. يعني يعني سوف تتألمين، اوكي، يعني سوف تتألمين على رقاد يسوع وسوف تتألمين على البشرية، اوكي. مشان هيك العذراء مريم يعني يعني حاملة يعني آلام البشرية كلها معها، حاملة مثل ما يسوع حمل الآلام البشرية، العذراء مريم حملت، والقديسين حاملين الآلام البشرية، والآباء الروحيين يعني اليوم كل بيروحي كل خوري برعيته اذا كان عنده يعني خوف الله بقلبه وغيره على شعبه على رعيته، يعني شو عنده شغله غير يخاف على ابناء الرعيه على خلاص النفوس يحثهم للناس على التوبه، حامل خطاياهم والامهم بقلبه عم يتالم معهم. يعني هيدا الشيء لانه يسوع هو اللي عمله، فكلنا نستمد من يسوع هذه الروح. العذراء مريم هي يعني راحت للاخر اذا بدك، يعني هي اللي حامله آلام البشريه مثل ما يسوع حملها بالكليه. مشان هيك هي منقول بالصلوات ايتها الشفيعه الحاره والسور الذي لا يحارب ينبوع المراحم طبعا. وملجا العالم. يعني قديش العذراء مريم يعني هي حاضره
من اجل خلاص البشريه. ليش حتى بالكتاب المقدس يعني وقت اللي بيحكي عن عرس قانا الجليل ويسوع كان بعد بده ما بده يظهر مجده، كان رايد بعد يعلن يعني يظهر هذا المجد الالهي. فقالت له خلص الخمر، قال لها مالي ولك يا امراه لم تاتي، يعني ما بدي اظهر مجدي. صحيح. بعد ما يعني هي عرفت ما راح يرفض لها طلب، قالت لهم للخدام مهما قال لكم فافعلوا، عارفه انه يسوع ما راح يرفض لها طلب، يسوع راح ينفذ طلبها، راح يحول المي الى خمر. مشان هيك هي شفيعه حره، لانه يسوع بيعرف قديش العذراء مريم حامله معه الم بشري، مشان هيك ما بيرفض لها طلب. لهيك انه نحن وقت بنروح عند القديسين نطلب شفاعتهم، نطلب شفاعه العذراء مريم، لانه يسوع بيعرف قديش هالقديسين متالمين من اجلنا، مشان هيك يعني ما بيرفض لهم طلب. صحيح. والعذراء مريم يعني هي هذه الشفيعة الحرة، مشان هيك هي رقدت مثل خبرتهم انه هي بدها تموت، ورقدت مثل اي انسان تاني. والرسل اجوا على سحب يعني على السحب، يعني في الايقونه تبع رقاد العذراء بالكنيسه الارثوذكسيه بنشوف انه جايين على السحب الرسل، كل واحد بمايل جاي يحضر، يعني عرفوا كمان بالهم الروح القدس، مش هي خبرتهم طبعا. يعني كل واحد لانه كان بديري، هذا يعني هذا بالهند وهذا بمصر وهذا مدري وين، اجتمعوا ايها الرسل اجتمعوا، بنقول الاكسابستيلاري بصلاه السحريه، ايها الرسل اجتمعوا من الاقطار الى هنا في قريه الجسمانيه واضجعوا جسدي. العذراء مريم عم تخاطبهم، يعني انه اجوا من كل اقطار المسكونه لحتى يشيعوا العذراء مريم. هلا في قصه حلوه انه توما مثل عادته يعني بيجي مأخر ما بيكون حاضر، فاجا بعد 3 ايام، هيك التقليد بيقول، اجا بعد 3 ايام يعني وصل مأخر، قال لهم انا ما ودعت العذراء مريم، بدنا نروح انا وياكم على القبر. راحوا الى القبر، سمعوا الملائكه عم ترتل، فتحوا باب القبر، شافوا القبر فارغ. عرفوا ساعتها انه يسوع نقل للعذراء مريم جسدها بعد رقاده ب3 ايام، يعني لحظه الوصول كان لحظه كان للملائكه عم ينقلوا لها جسدها بعد الرقاد، لانه هذا الجسد حمل الاله لاحشائه، فمشان هيك هذا الجسد تقدس يعني وتاله، مشان هيك ربنا مرض انه هذا الجسد انه ينحل مثل اجساد البشر الثاني. يعني هو انتقل الجسد الى الملكوت قبل يعني القيام العامه. حلو. اوكي، بينما كل الاموات الباقين بينحل الجسد في انتظار القيام العامه. صحيح. اوكي. هيك اذا بدنا نحكي شوي عن سيد الزلزله بشكل سريع. والعيد ب 15 يعني ابو الاحتفالات، يعني حكينا انه هالكنيسه هي اول كنيسه تعمرت بزحله. نعم. وهي من عمرها 450 سنه الكنيسه. اول عائله هن عائله الحشاهين اجوا سكنوا بزحله بالقرن السادس عشر 1517، والمؤرخ عيسى اسكندر المعلوف بيقول انه الكنيسه انه هن اللي عمروا كنيسه سيد الزلزله. 1740 صار في نزوح سكاني كبير على زحله، كبرت الرعيه، بيقوم بيجتمعوا هالارثوذكس بزحله وبيكبروا الكنيسه. 1759 بيصير الزلزال يلي حكينا عنه من شوي، مدينه بيروت غرقت. سيدة الزلزلة هالكنيسة وقفت الزلزال عن زحلة، بقيت البيوت بسلام. ساعتها سموها الناس سيدة الزلزلة العجائبية يلي منعت الزلزال انه يؤذيهم. نعم. وهيك سلمت المدينة وبقيت المدينة وكبرت هالمدينة حول كنيسة سيدة الزلزلة، وبعدين تعمرت كنائس كثير تانية. زحلة اكبر مدينة مسيحية فيها حوالي 50 كنيسة تقريبا. حتى كمان لم ينزل جرسها رغم كل الغزوات على زحلة، يعني حتى مش بس هيك انه حريق زحلة. ايه. قبل الجرس، جرس ايام الاتراك، وقت حريق زحلة 1860 يعني ما قدروا فاتوا عليها لحتى يحرقوها. ظهرت العذراء وعملت سور من غبار دير منظارة منعتهم. وهي القصة بخبرها شخص درزي امريكاني اجا سنة 73 على زحلة، نقل الخبرية عن جده، جاي على زحلة عم يسأل عن سيدة الزلزلة.
بتعرفوا نحن اهل زحله، ابن مين عمي انت؟ شو جاي للجيش؟ شو بدك؟ اخذوا السيفي تبعه، طلع الزلمه انه جده مخبره انه من جده من اللي كانوا هاجمين وشاف هالحادثه وهرب، ترك الكنيسه، ما قدروا فاتوا على الكنيسه وفل وراح على امريكا، وكان يخبر ابن ابنه هذه القصه، وجاي يوفي ندر جده، جاي ابن ابنه يوفي ندر جده سنه 73، الزلمه كان عمره 65 سنه لما اجى، يعني جده كان تمتخت عظامه، وجاي يخبر جده شو شاف، وجاي يوفي ندر جده. 1914 فاتوا الاتراك على زحمه بدهم ينزلوا الجراس، كمان نزلوا الجراس الكنيس الا سيد الزلزله، طلعوا على القبه انعمى قلبهم واجوا تحت. فمرأة جارة الرعية جارة الكنيسة بتركض عند القائد العثماني بتقول له العذراء بتمنع تنزل لها جرسها، انت شو عم تعمل؟ بيغضب، منين العذراء؟ قالت له العذراء دلته على الايقونة العجائبية. فاستنفر انه هاي الخشبة بتمنعني، حمل فراعة طلع الفأس وهجم بده يكسر الايقونة، بس دعس على باب الكنيسة اجى بالارض. وهيك بس شافوا رفقاته هالمنظر اخذوا القطله لبرا وهربوا. ضل جرس سيد تزلزل يدق يا حتى يدعي الناس الى الصلاه ويقول انه هذه الارض هي ارض مقدسه وفعلا ارض مباركه. حمد زحلي كمان حمد زحلي زحلي وغيره يعني مزبوط. منشان هيك سيد تزلزل يعني هذا العيد مشهور كثير عند ابناء زحلي وعند كل الجوار وكل المحيط، الناس بتجي يعني بالالفات، بيجي له 5000 شخص صحيح. ليله العيد يعني نحن بنبلش الكنيسة تفتح أبوابها، فاتحة أبوابها كل نهار، بس إنه بتبلش الناس من الساعة 2-3 تجي على الكنيسة تزور يعني على الخفيف، بتضغط من الساعة 7:30-8 بتضغط للساعة 12 بالليل، يعني العالم فوق بعضها يعني فعلا. أفواج فاتي، في أداديس بيكون في صلوات أكيد بنصلي يعني وتاني يوم الأداديس والصلوات، في تاني يوم القداس الاحتفالي اللي مزبوط. عادة بترقصوا ساعة بيكون سيدنا أنطونيوس وسيدنا كمان مثل العادي سيدنا نيفون بيباركنا كل سنة بحضوره طبعا. هيك بيكون قداس يعني مميز بحضور المطارنة هيك وببركتهم يعني الحضور يعني هالكم الهائل من المؤمنين اللي بيكون موجود. نحن بدي أقول بس هيك شغلة عن البرنامج، نحن بنعمل كل يوم البركليسي للعذراء وحلوة كتير، الناس بتجي بتنتلي الكنيسة، بس آخر يوم ب13 الشهر بنعمل البركليسي امام الايقونات العجائبيه تبع الكنيسه، يعني بشيلهم من مطرحهم بحطهم بنص مرة وسط بالسنة مره بالسنه بعملها، بحطهم بوسط الكنيسه بنصلي البركليسي، بيكون في عالم يعني يمكن 600-700 شخص، يعني الناس بتجي بتحب لتتبارك من ايقونات العذراء العجائبيه طبعا. ايقونات سيد الزلزله، وبنعمل جنازه العذراء بعد البركليسي وبنزيح من الايقونات من طوف دير من دار الكنيسه بالايقونات، بنرجع بنردهم مطرحهم والناس بيقبلوا الايقونات وبيتباركوا منهم ندهنهم بالزيت. هذا احتفال يعني كثير حلو بنعمله نحن عندنا بالكنيسه. وكمان جاي لعنا جوقه بيروت ب12 الشهر راح يكون في ريسيتال، هيك كمان ريسيتال عن العذراء نحن وجوقه بيروت. فان شاء الله بينعاد عليكم قبل كل سنه، وانا بعرف كيف الاجواء بتكون الشبيبه والفرسان واللجان والعشاء القروي، بيكون فعلا في عرس حقيقي برا. انا اكيد بدعي كل الناس يطلعوا على زحله ويزوروا سيد الزلزله العجيبه، بيخسروا كثير اذا ما اجوا على سيد الزلزله واخذوا البركه منه. أنا بدي أشكرك أبونا جورج معلوف كاهن رعية سيد الزلزلة العجائبية للروم الأرثوذكس في زحلة، طبعا نحن على تواصل دائم ولقاءات مستمرة، وأكيد رح نكون معكم الله راد ونغطي كل الأجواء اللي الاحتفالية اللي أهلا وسهلا فيكم.